لم يعد ناقوس الخطر يدق في الأراضي الفلسطينية، فقد اعتاد الفلسطينيون على كل شيء. مؤخرا تتعاظم نسبة المهاجرين من الضفة الغربية إلى بلدان غربية أو خليجية، فمئات الآلاف من الشباب وحتى عائلات بأكملها غادرت بحثا عن استقرار ومستقبل. ساهمت عوامل الاحتلال والحصار والحروب المتكررة وحالة الحريات وضيق المكان ومحدودية الموارد وعدم الاستقرار وسوء الإدارة في هجرتهم. تردي الظروف المعيشية هي نتيجة حتمية لوجود هذا الاحتلال وظروفه وممارساته، الاستمرار الانقسام نتيجة حتمية أيضا لعدم شعور الناس بالأمان والاستقرار، وبالتالي المغادرة هي خيار قد يكون الخيار الوحيد. ولا تتطرق جهات رسمية فلسطينية إلى موضوع الهجرة حتى غابت الإحصائيات أو استطلاعات الرأي. البحث قادنا إلى استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية عام 2015 أظهر أن ربع سكان الضفة الغربية بنسبة 25% يرغبون بالهجرة. إجمالا السلطة أكيد بدها تفرجي أنه الوضع الفلسطيني جدا مستقر وفي فرص عمل وفعليا ما فيش عوامل تدفع الناس للهجرة، لكن على العكس الوضع الفلسطيني هو وضع جدا سيء اقتصاديا وسياسيا. داخليا احنا في عنا هجرة صامتة ما حدا بيحكي عنها، ما بالك الناس اللي مش ملاقين فرص عمل موجودين في مراكز المدن. ويجمع الكثيرون أن السنوات الخمس الأخيرة مع عزمة كورونا والغلاء الفاحش لا بل غياب أي أفق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي زاد من أعداد المهاجرين، حتى الحديث العام بين أوساط الشباب في الضفة والقدس أصبح يدور حول الهجرة والهجرة فقط. بين الفلسطينيين لا ينتهي جدل الهجرة والصمود، وإن كانت تميل كفة الهجرة إذا أتيحت الفرص، فإن غياب الإحصائيات الرسمية ومحاولة إنكارها من قبل الجهات الفلسطينية هدفه واحد، هو تفادي إظهار حجم الأزمة بالضفة مع التركيز عليها في غزة، حيث الزميل حمد الدعور. هذا هو معبر رفح البري في قطاع غزة، هو المنفذ الوحيد الذي لا تتحكم فيه إسرائيل، لكنها تحكم من حصارها البري والجوي والبحري على القطاع. يومياً يسافر من خلاله مئات الأفراد. خلال الأيام الأخيرة كثر الجدل حول الأسباب التي دفعت الكثير من الشباب لمغادرة القطاع، كم هي أعدادهم وإلى أين هي وجهتهم؟ الظروف الاقتصادية السيئة هي العامل الأبرز الذي دفع الكثيرين لمغادرة القطاع بحثاً عن فرصة عمل ومستقبل قد يكون أفضل بالنسبة لهم. فهيئة المعابر والحدود في غزة قالت في إحصائية سابقة مغادرة أكثر من 113,000 مواطن منذ بداية العام في كشوفاتها. يعني عندما نقول أن 40% من السكان يرغبون بالهجرة، 15% من الضفة الغربية و 25% من قطاع غزة، إضافة إلى استطلاع الرأي الذي قدمته جامعة الأقصى والذي أشار إلى أن 46% من الفلسطينيين في قطاع غزة راغبين بالهجرة، لذلك نحن نتحدث عن النسبة الأكبر في داخل قطاع غزة، عدا عن المؤشرات التي رصدناها بالمتابعات وصول أعداد كبيرة من اللاجئين في اليونان وفي تركيا وفي بلجيكا وغيرها. حيث أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 60%، وارتفاع غير مسبوق بمعدلات البطالة بين الخريجين وصلت إلى نحو 76%، وما يقرب من ربع مليون عاطل عن العمل في ظل حصار إسرائيلي وانقسام سياسي منذ 17 عام.